اهلا بيكم مره تانيه ولسه مكملين فقرتنا. دلوقتي هنتكلم مع ام وزوجه ومؤخرا حكم دولي في كمال الاجسام. بدات القصه معاها صدفه، لكن بالاهتمام وكتر الدورات والمعافره بقت اول مصريه وعربيه محكمه للفتنس تشالنج. ايه الفتنس تشالنج؟ ايه الفرق بينها وبين كمال الاجسام؟ بدات ازاي؟ وصلت لفين؟ وايه اللي لسه عاوزه توصله؟ ده اللي هنعرفه من ضيفتنا في الفقره دي، الكابتن مرام سعيد، اول سيده حكم في رياضه كمال الاجسام واللياقه البدنيه، وكمان معانا زوجها كابتن محمد محسن، مدرب وحكم دولي في كمال الاجسام واللياقه البدنيه اللي كان بيدربها وكان دايما بيدعمها. منورينا. منورين، اهلا بيكم. واحنا عايزين نتعرف على الدعم الزوجي الجميل ده، هو ده الحته اللي انا يعني هماني بصراحه، لكن برضه عشان الجمهور يعرف اكتر زي ما قالت معها، يعني ايه الفتنس تشالنج ومين اللي هيكلمنا عنه؟ يعني دي حاجه جديده علينا. تمام، انا هبدا بالكلام. اولا انا مبسوط جدا ان احنا معاكم النهارده. احنا اكتر. الله يخليكي. الفتنس تشالنج هي فئه مستحدثه من الاتحاد الدولي لكمال الاجسام واللياقه البدنيه، تم اعتمادها بشكل رسمي وبشكل كامل السنه دي في الجمعيه العموميه للاتحاد الدولي اللي بتعقد كل سنه على هامش بطوله العالم. وبالمناسبه يعني احنا السنه دي مصر واخده 12 ميداليه متنوعه في بطوله العالم. ما شاء الله. وخدنا الحمد لله ترتيب محترم جدا على مستوى 80 دوله وابطالنا كتير. المهم تم اعتماد الجمعية العمومية للفتنس تشالنج بعد ما اللجنة الفنية واللجنة العلمية في الاتحاد الدولي أتموا القوانين، وضع القوانين واللوائح الخاصة بها بشكل كامل وبشكل نهائي. الفتنس تشالنج معتمدة على غير عكس الاتحاد، غير عكس كمال الأجسام الطبيعي اللي بيطلع بطل بيعرض عضلاته وشكله وضخامة وتناسق ونشافة عضلية، لا هي معتمدة بقى بشكل نقيضي خالص على اللياقة البدنية والنفس والقدرة والقدرة على أداء الحركة والعدد اللي انت تقدر تجيبه في الحركة الواحدة. تمام. الفتنس تشالنج متقسمة 6 محطات، متقسمة 3 مستويات، مستوى ذهبي ومستوى فضي ومستوى برونزي. كل مستوى اخف من التاني، يعني الجولد ده اقوى حاجه، السيلفر ده الخفيف المتوسط، البرونز ده اخف حاجه. تمام. كل مستوى من المستويات ديت متقسم ل6 محطات، ال6 محطات دول انت اللاعب بيدخل يبذل فيهم اقصى عدد في خلال دقيقتين. ايوه. ويريح اقصى عدد في خلال دقيقتين بس، وبيريح بعديها دقيقتين ويدخل المحطه اللي بعديها. وفي اخر ال6 محطات انت بتجمع العدد اللي عمله اللاعب دوت، وطبعا ليه تكنيك معين في الحركه طبعا. لو الحركه غلط ما بتتحسبش العده بتاعته بالظبط. حاجه مدروسه قوي. مدروسه جدا. تمام. ففي الاخر خالص بتجمع كل الاعداد بتاعه كل المحطات. أيوة. وده بيبقى المقياس لفوز اللاعب او خسارته. ده هي الفتنس تشالنج ببساطه. حاجه رائعه. مرام، عايزه اسالك بقى، انت دخلتي وانت اول بنت مصرية وأول بنت عربية تبقى حكم دولي. الحمد لله. ليه؟ اللي مش حابب في الباليه ده كمال أجسام. في كمال الأجسام واللياقة البدنية. افترى يعني، ربنا يستر عليك يا محمد. أنا اللي مدخلها. عايزة أعرف، أنت مارستي اللعبة دي ولا بس اقتصرت على إن أنت تحكمي؟ لا أنا ما مارستهاش، أنا كنت أصلاً ما بحبش اللعبة دي خالص. بتنزلي الجيم؟ بنزل الجيم كصاله رياضيه عادي. كمان حضرتك بتتكلمي على كمال الاجسام ولا اللياقه البدنيه؟ الاثنين اللياقه البدنيه وكمال الاجسام اللي انت بتحكمي فيه. تمام. اللياقه البدنيه، انا اصلا من عشاق الرياضه جدا، كنت الاول بلعب كمان تنس ارضي، ودايما حريصه ان انا انزل الجيم، حتى لما كنت حامل كنت دايما حريصه ان وزني ما يزيدش، ويعني انا ما زدتش في الحمل غالبا 5 كيلو بس، ودي كانت حاجه يعني مستحيله اصلا. 5 كيلو في الحمل؟ 5 كيلو في الحمل. وكان عندي ازمه في وزن البيبي. عملت لي 5 كيلو؟ انا يعني 15 قصدك او 13؟ 5 كيلو. 5 كيلو في الحمل، يعني انا لو مثلا 60 فانا زدت بقيت 65. ما فيش، كنت بمارس اصلا رياضه، كنت حريصه جدا على التغذيه بتاعتي. فانا كنت بحب اللياقه البدنيه،
من الاساس. حتى لما انا ولدت كنت دايما على النت بفضل اتكلم مع الامهات وفي جروب الماميز واقول لهم انتوا تقدروا تتحدوا الاراده بتاعتكم، تقدروا تخسوا وتتحركوا، انا انزلوا شغل على طول وهكذا. طب يعني امال ازاي رشحتي ان انت حكم لكمال اجسام بقى؟ حاجه ثانيه. انا في البدايه اخذت حكم مصري من كمال، يعني كان في دوره هنا في الاتحاد المصري لكمال الاجسام، دخلت الدوره دي واكتستها الحمد لله واصبحت حكم مصري. لما كنت بسافر بطولات العالم اللي بتتلعب بره، كان اخرها بطوله العالم اللي اتلعبت في اسبانيا في سانتا سوزانا في نوفمبر، كان في على هامش البطوله دي دوره معموله للفتنس تشالنج. ده غير الدوره اللي محمد بيديهالك في البيت، يعني الراجل لا دي حاجه ثانيه خالص، بتذاكري طول الوقت بقى حافظه لما هو بقى محكم بتذاكر فعلا، وهي بتقعد تذاكر. ثقفتها انت في الحته دي. هو اكتشف فيا الموهبه لما هو بقى محكم، انا بقيت اقعد معاه وهو بيحكم مثلا في البيت، يقعد كده يراجع شويه بطولات، فاقول له على فكره ده كان المفروض ياخد ترتيب كذا، ده كان المفروض، طب يقول لي ليه، اقول له عشان كذا. فاكتشف فيا الموهبه دي، فلما اكتشفها فيا قلت لا لازم ادعمها بالدراسة والدورات وتكون حاجة فعلا رسمية. فأخدت الأول التحكيم المصري وبعد كده دخلت التحكيم اللي هو اللي اتعمل في أسبانيا بره. أيوة. فالحمد لله أخدت أول حكم من الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، وخدت الدعم من محل هو لغاية دلوقتي بيذاكر لي. عايز أقول لحضرتك حاجة، تمام؟ يعني إحنا 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 ده مبدأنا أساسا أنا ومرو، إن هي بتدعمني وانا بدعمها. ده حقيقي. من واحنا والله برافو عليك. يعني تحسوا ما شاء الله. انا بدعمه في المجال بتاعي، المجال الاعلامي، هو بيدعمني في المجال بتاعه، بس بندعم بعض، مش اللي هو مثلا انا بدعمه هو ما عندوش موهبه. أيوه. انا بدعمه هو اوريدي عنده الموهبه بتاعته، ان هو اكتشف فيه الحس الصحفي يعني. مرام عايزه اعرف منك، عشان قاعدين ايه بنسمع حاجات، احنا لسه طبعا بنتعلم منكم موضوع الفيتنس تشالنج وعايزين نعرف اكتر. الكارت الاخضر ايه بقى؟ موضوع الكارت الاخضر واول مصريه وعربيه للتحكيم في الفيتنس تشالنج. هو الكارت الاخضر ده هو التحكيم اللي انا اخدت، اللي انا اخدته بس على هو بالظبط. نعم. هو اسمه الكارت الاخضر لان زي ما حضراتكم شايفين هو عباره عن زي باسبور، في ورق كده ابيض كل ما بحكم بطوله بيتختم على طول فيه، مش مجرد كارنيه. أيوة. واول بطوله ان شاء الله هحكمها بشكل رسمي هي البطوله اللي هتتلعب يوم 18. هنتكلم عليها دي على طول كده. بالظبط. البطوله اللي هتتلعب في ديسمبر ان شاء الله دي اول بطوله بشكل رسمي. بطوله عربيه. دي اول بطوله من نوعها هتتلعب على ارض مصر. طبعا دي هتبقى امتى؟ دي هتبقى ان شاء الله باذن الله يوم 19 ديسمبر، يوم 19 الشهر ده اللي احنا فيه. تمام. تقام على استاد القاهره ان شاء الله باذن الله. تحت رعايه كامله من الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي ونائب اول رئيس الاتحاد الدولي. وهو يعتبر الاب الروحي للعبه في مصر والوطن العربي والعالم كله. وهو اساسا الداعم الاول لينا. هو اللي دعمني ان انا اخد الكارنيه على فكره، سواء ابطال انا شخصيا من وانا بطل. احنا معانا صور ليك بقى، انت خدت بطوله كام ميداليه خدتها بقى يا محمد؟ انا الحمد لله يعني حصلت قبل كده، طبعا انا بطل مصر عدد من السنوات الحمد لله بفضل الله. بطل بطوله الشركات. احكي لنا عن الصوره دي. دي كانت في 2021 دي اجتماع الجمعيه العموميه في سانتا سوزانا 2021. اوكي. دي ديت. وحصلت على البطوله العربيه دي كانت لا انا كنت طالع هنا اهوت مدير بعثه. يعني. تمام. دي كانت في البطوله العربيه 2019 كانت في اسيوط. تمام. كنا في التحكيم يعني. دي كانت زيارة دي كانت بطولة عربية، زيارة رئيس الاتحاد الدولي الدكتور رفايس انتونكا، وطبعا سيادة اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية. كنا في دعوة خاصة معاه كل الدولة الحقيقة، ويعني مهتمة وفي إرادة سياسية للدعم الرياضة بشكل كبير. دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ما بيقعدش يعني ما شاء الله. هو طبعا يعني سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا يعني داعم كبير جدا للياقة وللياقة للرياضة وللياقة البدنية بشكل خاص. طبعا. يعني هو سواقته للعجلة دي رسالة كبيرة. أيوة. وطبعا سيادة الوزير طبعا بنوجه له أكبر تحية، راجل بيدعمنا دايما في كل المحافل الدولية ما بيسيبناش، دقيقه بصراحه لو يطمن علينا طبعا دايما يعني. جميل. طب محمد احكي لنا بدات القصه معاك ازاي؟ انا بدات القصه معايا ان انا كنت ولد صغنن كده، تمام، كان عمري لسه حوالي 17 سنه. ايوه. نحيف جدا، كان وزني 43 كيلو. ياه. 43 كيلو بالظبط يعني. تمام. فبدا الموضوع بالنسبه لي، طب انا كان في تنمر عليك بقى؟ يعني مش قوي، انا من يومي وانا شقي شويتي. حدش يقدر يتنمر يعني. بس لا، بس الموضوع بالنسبه لي كان ان انا عايز ابقى، انا عايز ابقى حاجه في الرياضه. لان انا والدتي بطلت العاب قوه.
كمان ده ما شاء الله، فلازم تختار بطل او انت كابتن. كانت كابتن منتخب الفيوم لكره اليد. فهي ومتكرمه زمان بقى من السيد جمال عبد الناصر، رئيس جمال عبد الناصر. كان كده يعني قصه في الاسره. والدي كان بطل سباحه، فانا الرياضه دي في دمنا اصلا من واحنا صغير. حتى التغذيه بتاعتنا والدتي كانت بتاكلنا اكل صحي من واحنا صغير. فانا كبرت على كده، وكبرت على حب الرياضه، وكبرت ان انا عايز ابقى بطل. وبالفعل الحمد لله ربنا كرمني وبقيت بطل في كمال الاجسام، وانضميت للمنتخب سنه 2004 وسافرت معاهم بطوله افريقيا الحمد لله، عملت تاني افريقيا. وبعدين سافرت 2005 السعوديه ولعبت بطوله السعوديه المفتوحه، وبعدين بطوله البحرين المفتوحه، لغايه اخر بطوله لعبتها كانت بطوله الشركات، كانت هنوات في مصر. بطوله الجمهوريه دي طبعا بطولات متفرقه كلها على مر المسيره يعني. تمام، كانت 2013 كانت بطوله الجمهوريه انا الحمد لله حصلت فيها على مركز، بطوله الشركات هنا حصلت فيها على مركز تاني. من بعديها حصلت معايا مفارقه غريبه جدا هي اللي خلتني اتوجه للتحكيم. ايوه، ان انا كنت بعمل تشيك على نفسي عادي جدا. طبعا الرياضي لازم يحافظ على صحته طبعا. هي اساسا رساله ان انت تحافظ على صحتك. الرياضه معناها الصحه، صح؟ تمام. فاحنا بنتكلم ان انت لازم، انا بعمل تشيك عام على نفسي اوكي، فبس ما كنتش بعمل حته السونار ديت. اوكي، فبعمل سونار، فالدكتور بيقول لي هي الكليه فين؟ قلت له كليتي. قال لي كليتك الثانيه. كليه. انا مولود من وانا صغير بكليه واحده. وما كنتش عارف. مفيش حاجه انقذتك غير الرياضه اللي هو حافظت شويه على ده. نعم. محدش كان مكتشف ان انت عندك لسه كليه واحده. ما كنتش عارف. تمام. فهي دي كانت نقطه الفارق، ان انا ما ينفعش اكمل من غير كبطولات. ما عندكش بالظبط. اتحولت التدريب، لان احنا برنامجنا في شويه ضغط شويه في طبعًا. الاكل وفي اكل البروتين بالذات، والبروتين هو العامل الاساسي لتلف الكلى. لازم تبقى بكميات بسيطه جدا، وده اللي بنقوله طول طبعًا. الوقت والله طبعًا. في المطبخ. التغذيه المتوازنه. التغذيه المتوازنه يا فندم ده امر مهم جدا جدا في كل بيت. متوازنه مش بقى نموت نفسنا ونمنع لا 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 الكميات. على فكره على فكره ان هو مولود بكليه واحده واكتشفها وغيرت ازاي غيرت المسيره بتاعتي. يعني انا حابب لعبتي. انا كله كان قايل ان انا هبقى محترف في يوم من الايام. وبالفعل كان عندك كام سنه بالظبط لما اكتشفت؟ في ناس معايا من وانا صغير كان دلوقتي بقوا محترفين. أيوة. وبقوا محترفين كبار وانا كنت سابقهم. ما شاء الله. تمام. انا كنت فايز عليهم. مدرب بقى ومحكم دلوقتي. دلوقتي انا طلعت، انا بكرمهم على مسرح بطوله العالم. ما شاء الله. فربنا رضاني الحمد لله طبعًا. تمام، ان انا الحمد لله غيرت الكارير بتاعي بس في لعبتي. صح. وده الحاجه الجميله في الموضوع. ومرام انا بقى يعني لفت نظري العنوان بتاع زوجها داعم ليها، وكنا بنحكي عن قصه، بنحكي حدوته كل يوم، وست بتشتكي ان جوزها بيبص لواحده ثانيه. خلينا بس نخش في المواضيع اللي هي المهمه دي، اهم حاجه. واحده بتقول اختي يعني تشتكي وعايزه تتطلق، عايشه بره مصر، وبتشتكي ان جوزها بيكلم واحده ثانيه لانه طول الوقت يقول لها انت تخينه. فالست دي عندها وعي طبعا. مرام بتقول لك انا خسيت من وانا خدت بالي من وزني وانا حامل طبعًا. تقول لي ايه للراجل اللي طول الوقت يقطم في مراته؟ هو كان عليه دور لازم يعمله، ما يخليهاش ان هي تكره نفسها وتقول انا عايزه اتطلق. كان ممكن تصلح نفسها. هو انا عايز اقول لحضرتك حاجه. هو كل واحد طالما اختار مراته يبقى لازم يحبها زي ما هي. ده امر مفروغ منه، ده اولا. ثانيا، هو لو شايف فيها حاجه مش عاجباه يصلحها معاها. ده دور الراجل، يدعمها فيها. طبعًا. يدعمها فيها. تمام، لغايه ما تتصلح. زي ما انت بتقول اللايف ستايل بتاع البيت كله، تعالي نعمل ريجيم، تعالي ناكل كذا، تعالي مش تاخدها تاكلها مش عارف ايه وتاكلها مش عارف، تقول لي هي ما بتخسش. طب أيوة. ايه طيب، ما انت بيتك كله لازم تمشيه على نظام او سيستم معين انت راضي في حياتك. صحيح. او انت محتاجه او انت عايز تعيشه كده. تمام، فهو ده يعني دي اهم نصيحه ممكن اقدمها للراجل. انت لا، ادعم مراتك وادعم الست اللي معاك وحبها زي ما هي، حتى لو هي ما اتغيرت، ما عرفتش تتغير، لان في بعض السيدات مش هتعرف تتغير لان ممكن السبب يكون مرضي. طب انا ساعتها اعمل ايه طيب؟ ايوه، ما هو أيوة. مختلف. مرام عايزه، عشان الوقت للاسف خلاص، عايزين كلمه اخيره منك، رساله تقوليها. انا حابه ان كل الناس تهتم جدا بالرياضه وتهتم بالاكل الصحي في البيت. مش شرط على فكره، احنا ممكن ما نمنعش اكلات خالص، يعني ممكن ناكل كل الاكلات بس باسلوب صحي. كميات ووقت بالظبط، سيب وقت ساعتين وما ناكلش، ما نكترش من الزيت وما نكترش من السمنه والحاجات اللي هي الصناعيه دي. خلينا اكل صحي
ونقف جنب بعض. يعني اهم حاجه بقى في البيت ان احنا الاثنين الزوج والزوجه يقفوا جنب بعض عشان يقدروا يعملوا ده او ينقلوا ده لاولادهم. اولادهم صحيح. لما هيكبروا على حاجه زي كده هم كمان هيقفوا جنب ازواجهم وزوجاتهم. بالظبط. نشكركم يا رب محمد، نورتونا والله. ربنا جدا. احنا سعداء. نطلع للاكل الصحي بقى بتاع محمود. نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل ومع الشيف محمود سعد. استنونا.